انت عارف انا لو مكانك وحد اعتذر لي 1000 مرة ما كنتش نزلت وقابلته. انا نزلت وجيت لك عشان انت مالكش ذنب في اللي حصل يا شريف، بس هو اديك شفت بعينك عشان ما تقولش ان انا بأفر. لا انا عارف انك مش مأفر، ما كنتش محتاج يحصل قدامي حتى. موضوع كبير يا بارولا، بس انا برضو عايزك ما تزعليش. حقك عليا. ما تعتذرش بالنيابة عن مليكة. انا مش بعتذر بالنيابة عن مليكة، ده لو طلعت مليكة. قصدك يعني عشان متغيرة بعد الحادثة؟ لا يا رولا، الموضوع مش صدمة نفسية ما بعد الحادثة أو تعب، لا موضوع كبير أوي يا رولا. لا هو أنا كده مش فاهمة. فاكر يوم الانفجار لما تقابلنا الصدفة؟ أنا اللي فرقت بين مليكة وآية. مظبوط. تقريبا أنا غلطت في التفريق ما بينهم، وإن اللي معانا دي مش مليكة، إنها عملت عملية وعايشة بوش مليكة. قصدك ايه؟ انها ممكن تبقى آية؟ انت خالتي وخطيبتك، وده فسر لنا حاجات كتير قوي في طريقة تعاملها. لا 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 لا، هو انا مش مستوعبة اللي انت بتقوله خالص. طيب انا هشرح لك وافهمك، بس اعتبر الموضوع ده بيني وبينك بس، محدش يعرفه تاني. اوكي كده خلاص صح؟ خلاص الرصاصة كده اتشالت، الضغط والنبض تقريبا مستقرين، هقسمه تاني بعد ما اخلص المحلول. على فكرة انت ممكن تروحي دلوقتي. لا طبعا اروح ايه، انا مش هروح غير اما اطمن عليه، وبعدين برضو مش هسيبك لوحدك طبعا. تطمني على مين؟ على واحد ما تعرفيهوش، واحد انت مش فاكرة علاقتك بيه كانت عاملة ازاي، اتصل بيكي وهو متصاب ومش عايز يخش المستشفيات. لا على فكرة انا فاكرة كويس قوي، انا اعرفه منين؟ بشير كان زميلي في الجامعة. هو ده كل اللي انت فاكراه؟ لا كويس. لا وفاكرة كمان ان انا شفته ليلة الفرح. قصدك ليلة الانفجار؟ مش فارقة ليلة الانفجار او ليلة الفرح، وكمان كان بيشتغل في الاوتيل وجه اتكلم معايا يوميها. اللي بتقوليه ده ما يطمنش، بالعكس ده يقلق اكتر. اللي انت بتقوله ده مرعب. أنا رولا من ساعة ما رجعت من باريس مش عارف أنام، ولما بنام بيجي لي كوابيس، وطول النهار عندي تشويش وأفكار داخلة في بعض، أنا هتجنن. علشان كده هي كمان مرتبكة ومش فاهمة. بالظبط، وده يفسر التناقض في كل اللي بتعمله. معنى كده إنها لو آية فعلاً هتبقى غيرانة عشان إحنا الاتنين بنقرب من بعض. بس تبقى غيرها مسخة وملهاش أي معنى. إزاي يعني؟ أنتوا كنتوا مخطوبين. كنا على وشك إن إحنا نتخطب، إحنا ما اتخطبناش رسم. بعدين بعد كده انا عرفت يعني ان ايه كان في حياتها راجل تاني، يعني ما كناش الاثنين بيحبوا بعض ان يتجوزوا ويعملوا اسره ويجيبوا عيال. يمكن ارتباطنا ببعض كان احتياج نفسي او ارتباك، خصوصا بعد ما انا انفصلت عنك وهي انفصلت عن حازم دياب. يعني لو ده صحيح ما تكررش نفس الغلطه تاني يا شريف. اكرر غلطه؟ مش فاهم يعني قصدك ايه. يعني لو موضوع ارتباطك بايه كان رد فعل، بلاش تعرض عليا ان احنا نرجع لبعض برضه كرد فعل. لا وانت مالك انت، انا اصلا علاقتي بيكي شيء وعلاقتي بايه كانت شيء تاني خالص. سيب الايام هي اللي تثبت ده يا شريف، خلينا نحط علاقتنا تحت الاختبار، يا اما كملنا يا اما فضلنا اصحاب. انت شايفه كده؟ ده فيما يخصني، اما بقى فيما يخص مليكه فانت لازم تغير سياستك معاها خالص. ازاي يعني؟ مش فاهم.